بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اليوم؟ ان شاء الله طيبين. جابت لكم اليوم مشبوس ربيان. عملنا مشبوس لحم، عملنا مشبوس دجاج، اليوم عاملين مشبوس ربيان الجمبري الأريدس. من ألذ انواع المشبوسات على ما يقولون. عملته بقدر اديسون الضغط الكهربائي، يعني بصراحة 12 دقيقة جاهز الرز خيال. وحتشوفون بنفسكم الحين مع بعض. الرز ريحته يعني عبت البيت، والربيان زي القطن ذايب. حقول لكم السر اللي خلاه كذا لين طري، كان رائع. وعملنا معاه هذا دقوس تمر هندي اللي هو الصبار، يعني يمشي معاه يجنن مع انواع الشطه والسلطات. وجبة كاملة بصراحة، ما يبغى لها شيء، لأن الواحد ما يقدر يأكل معاه شيء ثاني قد ما هو لذيذ. أفضل طبعا ربيان يكون فريش، أفضل من المثلج. رز منقوع، بصل، طماطم، كزبرة خضراء، شبت، فلفل أحمر حار، فليفلة خضراء مقطعة، بصل محمر، شوي ليمون، بهارات صحيحة وبهارات ناعمة، كلها حتكون مكتوبة عندكم. الرز نقعناه، وطبعا هذا القدر اديسون حق الضغط عمل لنا المسألة بأسرع ما يكون. في نفس القدر سخنا زيت وحطيت ملعقة زبدة أو سمنة. نقل البصل لما يبتدي ياخذ لون، ضروري لونه يبتدي يتغير على بني فاتح عشان يعطينا طعم ويعطينا لون للمشبوس. هذا مشبوس خليجي، يعني أكثر شيء من الشهرة فيه البحرين وقطر وعمان، الإمارات يمكن. نحط ثوم وزنجبيل، بهارات الصحيح نقلبها، نحط الفلفل الأخضر البارد والفلفل الأحمر الحار، نقلب تطلع ريحتهم تمام. نحط البهارات الناعمة، حكتبها لكم، ليمون أسود وقرفة، كمون وكزبرة وبهارات مخلوطة، كلها حتكون مكتوبة عندكم. نقلب وكاري تطلع ريحتهم. نحط الطماطم المفرومة، هذا ما في معجون طماطم، احنا ما نبغى لونه يكون احمر، يعني لونه يكون على شوي برتقالي كذا. نقلب لما الطماطم تذوب، هي ما راح تذوب تذبل، نغطيها شويه بالغطاء، بس مو غطاء ضغط، غطاء عادي، لما الطماطم تذوب يمكن 5 دقائق كذا. شايفين زي كذا نقلب. نحط الحين الربيان اللي نظفناه ونشفناه، ما في مويه ابدا، نص الربيان، نصه حنحطه مع الرز ونصه حنعمله مع الحشو. فانا حطيت نص الربيان هنا نقلبه تمام. مثل ما قلت لكم الربيان افضل طبعا 100 مره انه يكون فريش، ما يكون مثلج، يعني معليش انتم تشترونه وتعملونه وتحطونه في الفريزر تمام، بس مو يعني من حق الفريزرات اللي في البقاله مو كويس. نحط الحين الكزبرة والشبت اللي هو الشبنت، نقلب تطلع ريحتهم. لازم عشان الربيان يتشرب من البهارات والنكهات. نحط له الحين فلفل أخضر وفلفل أحمر حارين، بس مو مفتوحين، ما نبغى يكون حار، بس نبغى تطلع شوية النكهة. يعني هذه الخطوات طولنا فيها لأنها مهمة. نحط الملح، أنا ما حطيت الملح من أول، نقلب يتملح. نحط الموية، موية ساخنة. الحين أنا حطيت 4 أكواب رز، حطيت لهم منقوع شلناه من الموية، 5 أكواب موية، 4 أكواب رز، 5 أكواب موية، هذا القياس حقه. خلاص كله تمام الحين، حطينا الليمون الأسود وكله تمام. نغطيه، خليته أبداً 12 دقيقة، حطيت الحين عصير نص ليمونة، اتعادل البهارات، شايفين 12 دقيقة في قدر الضغط أديسون. للأمانة أنا كنت يعني مو عارفة، قلت يمكن يحتاج أكثر، لما فتحته كان تمام. الحين هنا البهارات اللي حنقلي فيها الربيان، ثوم بودرة، بصل بودرة،
هيل ناعم، فلفل أسود، شوي كركم. نسخن زيت، لما يقدح تمام الزيت حار مرة نحط الربيان، نقلبه لما يتغير لونه نحط البهارات اللي قلتها لكم، ثوم بودرة وبصل بودرة وهيل ناعم فلفل أسود وشوي كركم. يتقلى تمام، نحطه الحين في مصفاية نتخلص من الموية الزايدة. نحط بصل في مصفاية على الناشف، لما يحمر كل شوي نرشه مويه مثل ما انتم عارفين. بعدين نحط له الحمص، نحط له نقطه زيت، نحط له زبيب منقوع، حمص طبعا مسلوق سلقناه، الزبيب بس منقوع. نحط لهم هيل ناعم وفلفل اسود وشويه قرفه، ما نحط ليمون اسود عشان ما نبغى الحشوه تصير غامقه. نحط الملح طبعا، نضبط الملح، البهارات تكون يعني طيبة عشان شايفين الربيان يتشربها. الربيان ما طبخناه كثير عشان كذا محتفظ بليونته، لو طبخناه كثير حيصير قاسي. الحين حطيت له ملعقة سمنة بلدي، طبعا اللي ما يبغى يحط زي زيتون عشان تعطي شوي ليونة. ما تكثرون من طبخ الربيان يصير قاسي. هذه الحشوة عندي جاهزة، بعدين نحطها على الوجه، بس نغرف الرز نحطها هذه على الوجه. شايفين تحب البهارات، زدتها شوي فلفل أسود وهيل ناعم عشان الربيان يتشرب، بس ما نكثر زيادة، يعني يكون متوازن. الرز ما شاء الله تبارك الرحمن 12 دقيقة إلا هو مفلفل ومضبوط تمام، بس انتو خليكم قياس الموية تمام، لو كثرتوا موية أكيد حينخبص. قلت لكم 4 أكواب رز 5 أكواب موية. غرفنا الرز وحطينا فوقه الحشوة، أحلى حشوة. ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، كل يوم تعالوا إن شاء الله كل يوم في طبخات حلوة، يعني هذه سهلة ولذيذة بالمرة وسريعة، والله من أسرع الطبخات. الله معاكم.